على كل هنروح مع حضراتكم لجولة المحافظات في مجموعة كبيرة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت في محافظات مصر، واللي من أبرزها إنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين في مطروح، وتجهيز أيضا مقر مكتبة مصر العامة بقرية بني عدي بمنفلوط في أسيوط تمهيدا لافتتاحها، وطرح كميات إضافية من الأرز بسعر 15 جنيه للكيلو في المنيا، وأخبار أخرى هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من المنوفية اللي أكد فيها المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون إن فرص العمل اللي وفرها مشروعك خلال شهر نوفمبر اللي فات بلغ 58 فرصة عمل من خلال تنفيذ 44 مشروع بتمويل 9,976,000 جنيه. وأكد كمان على ضرورة تشجيع الشباب على ممارسة العمل الحر والمشاركة في مبادرة مشروعك. في الأقصر أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة صرف سلع تموينية من المنافذ التموينية بموجب البطاقات بمبلغ 11 مليون جنيه للمستفيدين من مظلة الدعم بالمحافظة، بما فيها المنحة الاستثنائية اللي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأهالي الأولى بالرعاية. في أسوان قال المحافظ اللواء أشرف عطية إنه تم الانتهاء من 516 مشروع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة تصل لأكثر من 3.5 مليار جنيه، ودلوقتي جاري العمل في 682 مشروع بتكلفة تتجاوز 17.7 مليار جنيه. في القليوبية افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها المهرجان الإرشادي 13 لجولات جامعة بنها بمركز إعداد القادة بمشتهر تحت شعار كوني مستعدة للأخضر. المهرجان هيستمر لحد يوم 7 ديسمبر وبيشارك فيه 160 طالبة بيمثلوا 12 كلية من كليات الجامعة بالإضافة للجنة التحكيم والإشراف. في قنا تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا فعاليات اليوم الثاني من القافلة التنموية الشاملة اللي بينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت شعار ستر وعافية بمقر الوحدة الصحية لقرية دندرة، وقال إن القافلة بتستهدف خدمة أكثر من 20,000 مواطن وبيشارك في تنظيمها حوالي 2000 متطوع وموظف وتنفيذي. في الغربية أكد الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي بالمحافظة توريد 15 ماكينة غسل كلوي جديدة وخمس أجهزة تنفس صناعي جديدة بمستشفيات الفرع لخدمة مرضى الرعايات المركزة والحضانات. في الفيوم قال المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري إن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ستغطي كل قرى والعزب والنجوع بمركز طمية من خلال تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الإسكندرية استقبل شاطئ رأس التين مجموعة من الطالبات ضمن مبادرة شواطئنا في عينينا لتنظيف شواطئ الإسكندرية بأيدي طلاب المدارس، وده في إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر وتفعيلاً للإجراءات اللي بتقوم بيها محافظة الإسكندرية في مجال الحفاظ على البيئة. في السويس نظم معهد علوم البحار والمصايد ورشة تدريبية لطلبة وطالبات كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، وده ضمن التدريب الميداني والمنظومة السمكية بالجامعة.